أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضا بنسبة 2.88% عند مستوى 7827 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 84 مليون دينارا. وجاء سهم شركة التجارية العقارية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 1% ليغلق عند 0.99 دينار، بينما تصدر سهم شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 4.68 ليغلق عند 0.53 دينار. ثلاث سهم أعيان للأجارة والاستثمار بنسبة 4.62 ليغلق عند 0.12 دينار. ثلاث سهم شركة بيت التمويل الكويتي بنسبة 4% ليغلق عند 0.82 دينار.